بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بالسوء الخاتمة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.